ما وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست. مأخوذ عن قصة حقيقية، طفل عمره 14 سنة هيتحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي، وبعد محاكمته ب70 سنة هتثبت براءته. بس مش ده اللي بيحكي عنه الفيلم. الفيلم بيحكي عن معجزة. فأهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست ما وراء الأفلام، والنهاردة هنحكي عن ما وراء The Green Mile. فيلم The Green Mile واحد من أكتر الأفلام الهوليوودية المثيرة للصدمة، وكل واحد بيشوفه بشكل مختلف، بس الأكيد إنك هتعيط في مرحلة ما ومشهد ما، خاصة إن الفيلم مبني عن قصة حقيقية. خليني أحكي لك أكتر. القصة الحقيقية بتحكي عن طفل أسود اسمه جورج، عنده 14 سنة، وتم اتهامه باغتصاب وقتل طفلتين، بيتي اللي عندها 11 سنة وماري اللي عندها 7 سنين، والجثث لقوها جنب بيت جورج. في الوقت ده أعضاء هيئة المحلفين كلهم كانوا من البيض، والمحاكمة استمرت لمدة ساعتين بس، وبعد 10 دقايق أعلنوا حكم الإعدام. 10 دقايق بس كانوا مقررين فيها نهاية حياة جورج. خلال 81 يوم قبل الإعدام اتمنع جورج إن يشوف أهله أو يستقبل أي حاجة منهم، واتحبس في زنزانة انفرادية على بعد 80 كيلومتر من مدينته، وتم صعقه بالكهرباء بجهد 5380 فولت في الرأس. بعد 70 سنة أثبت قاضي في ساوث كارولينا براءته أخيراً، وقال إن وزن الحديدة اللي اتقتلت بيها البنتين أكتر من 19 كيلو جرام، فمستحيل إن جورج يكون قادر على رفعها أو ضربها بقوة كافية لدرجة قتل شخصين، وإن حكم الإعدام كان اضطهاد لجورج لكونه طفل أسود فرموا اللوم عليه، وده فعلاً اللي حصل. بعدها بسنتين جه ستيفن كينج واستوحى من القضية دي تأليف كتابه The Green Mile، وفي سنة 1999 جه المخرج فرانك دارابونت نقل الفيلم لدور العرض، والفيلم بطولة توم هانكس ومايكل كلارك دانكن. بس أحداث الفيلم اللي أخرجه فرانك ما كانتش زي القصة الأصلية ولا الكتاب، وضاف حبكة وجزء خيالي زود من القصة قوة وتأثير، لدرجة إن الفيلم 3 ساعات هيعدوا عليك وانت متأثر جدا ومنتبه لحد النهاية. الفيلم بيبدأ ببول، قائد حرس أشهر سجن لتنفيذ حكم الإعدام، واللي هتشوفه بيبدأ بسرد قصته الغريبة على واحدة في دار المسنين اللي بول بيقضي فيها الباقي من عمره. بيحكي بول إن سنة 1935 وصل للسجن بتاعه متهم ومحكوم عليه بالإعدام اسمه جون كوفي. جون كان أسمر البشرة ومتهم باغتصاب وقتل بنتين صغيرين، لكن الغريب إن جون كان مسالم جدا من أول لحظة ليه في السجن، على الرغم من ضخامة جسمه، بس دخل السجن بهدوء، ما عملش شغب على عكس المساجين التانيين اللي لما بيكونوا منقولين من سجن لسجن جديد بيعملوا كده. جون كان هادي لدرجة خلت هدوءه يطغي على باقي المساجين. جون كان عنده معجزة، وهي إنه بيحس بألم الناس ويقدر يخلصهم من الألم اللي حاسين بيه. في بداية معرفة جون ببول، كان بول بيعاني من تعب شديد جدا، وساعده جون يتخلص منه، ومن وقتها بدأ بول يتقرب لجون علشان يعرفه أكتر ويفهم إزاي ده حصل. بول ما كانش مستوعب اللي حصل، ولا كان فاهم ده حصل إزاي بالشكل ده، بس لما بيرسي شرير الفيلم قتل فار، جون ساعده يتعافى ويفضل حي. وقتها بول اتأكد من معجزة جون، وإنه فعلاً قادر إنه يشفي أي حد، بس كان مستغرب جداً إزاي حد مسالم بالشكل ده قادر على اغتصاب بنتين وقتلهم، لدرجة إنه قال I just can't see God putting a gift like that in the hands of a man who would kill a child. أنا مستحيل أصدق إن ربنا يحط معجزة زي دي في إيد قاتل لطفل. في وسط أحداث كتيرة جداً بتحصل في الفيلم، بول بيطلب مساعدة جون علشان يخلص مرات المأمور ميليندا من الألم اللي بتحس بيه بسبب الكانسر، وبالفعل بيعمل ده. ولما راح قابلها بعد ما هربوه من السجن قالت له I dreamed of you. I dreamed you were wandering in the dark. And so was I. We found each other. We found each other in the dark. أنا حلمت بيك. حلمت إنك ماشي في الضلمة وأنا كمان. وبعدين لقينا بعض. ميليندا كانت حاسة إن جون أكتر شخص مظلوم، وما كانتش مصدقة برضو إنه مجرم. وعلى الرغم إنه ساعدها محدش قدر يساعده. وقال لها There's lots of people here who hate me. Lots. I can feel it. It's like bees stinging me. أنا حاسس إني مكروه، حاسس بالتعب. أي إنسان طبيعي مش هيستحمل لو بيسمع هموم اللي حواليه. جون ما كانش طبيعي وما كانش بيسمع الهموم، ده كان بيشيل الألام من اللي بيحبهم، فطبيعي إنه ينهار وما يستحملش ده. تعال أحكي لك على مشاهد هتأثر وتفرق معاك. في مشهد مؤثر، أرلين بيسأل بول أنت مؤمن بالتوبة وإن الإنسان ممكن يتصلح حاله ويبقى أحسن؟ رد عليه جون وقال له I just about believe that very thing. جون كان دايما بيحس ان في فرص تانية، وان ممكن الانسان يتوب عادي ويستحق فرصة تانية يثبت فيها نفسه، لكن كل اللي حواليه او اغلبهم ما كانوش شايفين ده. خاصة بيرسي بشخصيته السلطوية الشريرة، كان بيأذي اي حد واي كان ايده تقع عليه، كان مستغل سلطته في ده. لكن بول كان بيوقفه عند حد، او على الاقل دايما
كان بيحاول يعمل ده. بيرسي نهايته مش هتكون نهاية سهلة خالص، وهيقع في شر عمله. مش هحرق عليك اللي حصل، بس خلينا نرجع لبول. بول كان شخصية مميزة جداً، على الرغم من أنه رئيس السجن اللي مسؤول عن الإعدام، بس كان عنده وجهة نظر بيطبقها، وهي أن المساجين يستحقوا شوية هدوء قبل إعدامهم، يستحقوا يقضوا أيامهم الأخيرة بشكل كريم. علشان كده كان بيعامل المساجين باحترام وبيشفق عليهم وبيدي لكل شخص فرصته في الوداع. بسبب شخصية بول وطيبة قلبه، جون كان واثق فيه جداً وكان قريب ليه فعلاً، لدرجة أن لما جه وقت النوم في أول يوم لجون في السجن، كان بول بيقفل النور. جون قال له Do you leave a light after bedtime? Because I got a little scared in the dark sometimes. If it's a strange place. ممكن تسيب النور مفتوح شوية لأني بخاف من الظلمة. على الرغم إن ده كان غريب بالنسبة لبول، بس أكد له إن جون شخصية مختلفة وإنه أكيد في حاجة غريبة. علاقة جون ببول اتطورت جدا وبقى أصدقاء، لكن بعد وصول سجين جديد للسجن هيتغير حاجات كتير. جون هيبقى تعبان أكتر، كأنه شايل كتير كتير قوي. بعدها بول هيكتشف إن السجين ده هو اللي قتل البنتين، وده بعد ما جون هيمسك إيده ويخليه يشوف اللي حصل. بول هيكتشف إن جون كان بيحاول يساعد البنتين وينقذهم وقتها، لكنه فشل، وأهل القرية وصلوا وجون هدومه كلها دم وحاضن البنتين وبيعيط. في النهاية وقت تنفيذ حكم الإعدام على جون، ولما جه الوقت اللي هيغطوا فيه وشه، قال جون Please boss, don't put that thing over my face. Don't put me in the dark. I'm afraid of the dark. بدأ يطلب ويتوسل من الضابط إنه ما يغطيش وشه لأنه بيخاف من الضلمة. في المشهد ده هتشوف كذا حاجة: غضب الأهل وكرههم لجون لأنهم كانوا معتقدين إنه هو اللي اغتصب البنتين، وهتشوف الضباط وهم واقفين متأثرين وزعلانين جداً على جون لأنهم عارفين إنه بريء بس مش قادرين يعملوا له حاجة. بعد إعدام جون، بول هيعتزل من منصبه لأنه ما بقاش قادر يشوف ناس يعدوا عليه وتنتهي حياتهم على إيده. في وسط ما جون كان بيحكي كل ده للست اللي في دار المسنين، ما كانتش مصدقه وقال لها تيجي معايا الكوخ. مش هحرق عليك ايه اللي حصل هناك ولقوا ايه، بس فيلم ذا جرين مايل هتتعلم منه كتير. هتتعلم منه ان المظاهر خداعه ومحتاج تعرف الناس اكتر. الم اللي حواليك مهم، ومش هنفهم ده غير لما نعيشه. للاسف الظلم موجود في العالم حتى لو رفضناه، ومش معنى انك طيب ان العالم هيعاملك باللطف. وحاجات تانية كتير هستنى تشاركها معايا بعد ما تسمع الحلقة وتشوف الفيلم. الحقيقة المواضيع اللي موجودة في The Green Mile لسه موجودة لحد دلوقتي. فكرة العنصرية ضد السود ما زالت قائمة، وأبطال الفيلم قدموا شخصيات مكتوبة كويس جداً وتنفذت بشكل رائع. لو بتسأل يا ترى هل بعد كل العظمة دي الفيلم أخد جوائز ولا لأ، فخليني أقولك إن الفيلم ترشح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد لمايكل كلارك دانكن، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم في السنة، جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى، جائزة الأوسكار لأفضل نص سينمائي في السنة. فيلم The Green Mile من الأفلام اللي هتاخدك لمود مختلف، هتتعاطف أحياناً وهتعيط في أوقات تانية، بس الأكيد أنك هتقضي 3 ساعات مستحيل تنسى تفاصيلهم. شوف فيلم The Green Mile دلوقتي وشاركني شفته من أي منظور، ويا ترى أثر فيك لحد فين. واستناني الحلقة اللي جاية. أنا محمود النجار في بودكاست ما وراء الأفلام، المقدم من العربية بودكاست، علشان نشوف فيلم جديد بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام.